وتونس حرة حرة والأخوة جاية على برة. خطاب إقصاء، كراهية، حقد. أنا أتهم الإمارات العربية المتحدة، وسبق أن قلنا هذا وكل الدلائل تدل على ذلك. تابعوا وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية. النموذج التونسي يخضع عليه. ويتآمرون على تونس لإدخالها في الفوضى. توتر في المشهد التونسي تصاعد بحدة في الآونة الأخيرة. مناوشات في البرلمان واستدعاء للاعتصامات المطالبة بالرحيل وتغيير النظام السياسي. دعوات دخيلة على المجتمع التونسي ومحاولات لإعادة التجربة الديمقراطية إلى مربعها الأول. لم يخشى التونسيون أن يصرحوا بمن يقف وراءها. أنا نعرف واحد إماراتي، نقولها أنا ما خافش، نقولها إماراتي، قال لي احنا عندنا مشكل برك في الإمارات، احنا أمورنا منظمة، اختياراتنا واضحة، انت عايشين في رغد الحياة، أما عندنا مشكل. قلت شنو؟ الإرهاب؟ قال لي لا، انتوما التونس. بعد ارتباط اسم الإمارات بالانتكاس الذي شهدته ثورات الربيع العربي في مصر واليمن وليبيا، يبدو أن تونس البلد الأول عربيا في مؤشر الديمقراطية لا يزال يؤرق حكام أبو ظبي. فبين تسخير المال تارة وتجنيد منصات إعلامية تارة أخرى، تنشط الإمارات في أعمال الوشاية بين أطراف بالمشهد السياسي. برأيك هل من الحكمة أن يتورط رئيس الدولة في ألعيب النهضة؟ منذ اندلاع الثورة التونسية سجلت الإمارات محاولات عدة لحرف البلاد عن مسارها الديمقراطي، بدأت مع تصدر الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي رئاسة الجمهورية، أغرته أبو ظبي بمبالغ خيالية مقابل إقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي. رفض السبسي، فلجأت الإمارات إلى الطرق الخشنة. موقع موند أفريك الفرنسي كشف أن وزير الداخلية التونسي في عهد السبسي لطفي براهم التقى سرا مدير المخابرات الإماراتية بجزيرة جربة التونسية في 29 من مايو أيار عام 2018، وخططا معا للانقلاب على السلطة في تونس. تضمن المخطط عزل الرئيس السبسي لأسباب مرضية واستبعاد حركة النهضة نهائيا من الحياة السياسية بعد اللقاء بأيام، وقيل براهم وفشل المخطط. مؤخرا انتهجت الإمارات طريقا آخر، خطة إماراتية سعودية كشفها المدون السعودي مجتهد، تتضمن 7 خطوات لتسليم السلطة في تونس لنظام على غرار السيسي في مصر. تتضمن في مراحلها الأولى شيطنة حركة النهضة وإقناع الشعب بفشل البرلمان، وهو ما بدأه بالفعل الإعلام الموالي للإمارات. يعيش رئيس إخوان تونس راشد الغنوشي حياة فارهة. سحب الثقة من الغنوشي في البرلمان، وينجر على ذلك تحرير الحكومة من الإخوان. آخر المحاولات كانت تشكيل ما يشبه جبهة إنقاذ وطنية على غرار جبهة الإنقاذ المصرية التي عملت ظهيرا مدنيا للانقلاب في مصر عام 2013. وعلى ذات الخط روج الإعلام المصري: ثورة الشعب التونسي الشقيق ضد جماعة الإخوان وراشد الغنوشي وحزب النهضة. أفردت قناتا سكاي نيوز والعربية مساحات واسعة عبر منصاتهما لعبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر وإحدى مناصري الرئيس المخلوع بن علي. الله أحد، الله أحد، بن علي ما كيفو حد. الله أحد، الله أحد، بن علي ما كيفو حد. وروجت لاعتصامات هزيلة أمام البرلمان لم يخفى عن أحد ضعف المشاركة فيها. أن قوى الثورة المضادة ورأس الحربة التي تتزعمها الإمارات ولها خناجر في خصر الدولة التونسية هنا. لا يزال الخطر يتهدد تونس، وما فشلت فيه قوى الثورة المضادة يمكن أن تحققه بطرق أخرى. من بين مخاطر اليوم هو محاولة الزج بالمؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية. تونس حالة الاستثناء التي عبرت كثيرا من العثرات وتسامت عن الخلافات. هل تنجح في المحافظة على مسارها بعيدا عن مطامع التدخل الخارجي؟